مركوا أذكار الأذان أذان كان مؤذن كوأذان أي أذكار بولي مركا هذه يتجر قف ومقلا أذان كي وحورنا يا أبو النبي ونشي عليه الصلاة والسلام يقول مثل ما يقول المؤذن إذا حديثك رسول قصة وحوين وإذا أذن مؤذن كو وحورنا مركا مؤذن كمقشان يسقوا أذان أي وحورنا يا كلنها الله أكبر الله أكبر كتب ورنايس أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أنتوا هذا اللي كتب ورنايا إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح لا بد بويان لا بد كما دبا ورنايو مخنو هدا ورنايا فيقول ورنايا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول حيلدي ما جرتو ملي هي حيلد أن حمان كغعرر ولا قوة أودا ولا كسو جيتنا ملي إلا بالله استعانة الله إن أن إلهي كاشدا ومويا لابن إسكما دفاعه لأفنى مسوى تشيذن كره إلهي وكاشدا بويا مركا أدان كي نواس داسوية مركا الله إيغو الصلاة خير من النوم يدنا وحمو قد تظاهر كذا إنتا إن لقون اللوران أيو وهي النبي قد تنم بك صور ريبي تنمويا إنتا كالوران إن سيدي اللوران أيو أمبا أصل كوياي يقول وحورنا يا مركلة وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا أنت سلية توحيد كيف كل واقع إلهي باكلية لا شريك له عدوه لنا سامجر وأن محمدا عبده ورسوله نبي محمد نوى أدونك إلهي الرسول كيس رضيت بالله ربا إلهي الرب إنما رالي واه ربي كلام وتامجره ربي كلام أقبل يا مجر إلهي من ربي كليقي وقاه رأي رالي واه وبمحمد رسولا نبي محمدنا رسول نما رالي واه وبالإسلام دينا دينت إسلامك إذا ندقن أي رالي واه ورضيت لكم الإسلام دينا دينت إسلامك إلهي ومد وسيي أسأل كيد القرآن كي حديثك وياي رسول كراو كان امه صلى الله عليه وسلم وحان وغاهي اسلامنمداسنا دين يا دقم بيت يقول ذلك ارنتا وودنيا عقب تشهد المؤذن مركا او دا امام كي دمهيو مؤذن كي ادامه كلكا او دمهيو ايو انتا اسغنا ودنيا دعوين كي ولي اذان كا سوده يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراق يصلي على النبي نبي محمد وكصلي بعد الفراق مركو كبحي من إجابة المؤذن مؤذن كأجوابدي وجوابي مركي وقفك دمي أي نبي وكصلي صلى الله عليه وسلم استوفي على نواسيق الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مركز صيغة الإبراهيمية بسطة وأخرية والنبي صلى الله عليه وسلم يا أذكارتي وأخرية صلى الرسول كما صلى الله عليه وسلم.